دوشي مشركين تم كاكسو دولي مركي دقالكي بدر سندكي كوباد لغاعد كاضي سندد اللواد هجرية دا مدينة يمادين يغو عيدا مبادن وطا وحانا اي دوني ان المسلمين تاي كاعد كاضان نبي صلى الله عليه وسلم مردن با ايو اوغادي عدو انو سوق قاري مقالة مدينة دوشي دا يسوق عن هرو اوغا ورقبين نبي مركي اوغادي ان عدو هلكن يمي وحاو سمي رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة يلطى شضي وحانو ويديي سقو استشارة اما طلو ويديني مدبدا ايين وقبحنا وحالك اي جوغان بينو كلادة قالنا بسي مقالة مدينة قدهي ده ايين كسبنا صحابة واحد المابين رسولك الله ومايا دبدا نقبحينا دبدا نقلادة قالنا نبي صلى الله عليه وسلم قريه سوقلي وحانو صو حدي مريه دقالك وانو صو بحي كن صحابي أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يا هاين كن كصحابي وحا رسول صلى الله عليه وسلم كوسو كهري مني صدح كن وضديوغي النبي كوسو دولي أما مشرك مقالة المدينة ويرر كوسو قاضي أما الدقال كوسو قاضي صدح كن بيا هاين النبي صلى الله عليه وسلم انتانو قارن أما انتانو يعني آنو إيمان جبل أحد عبد الله بن أبي بن صلول وأه رأس المنافقين يعني المنافقين في مدينة نينك يجوينها أيها وحاول النقضي أخي وخيامي صدح بقول أو صحابة النبي أما ضدك النبي جل السعودية يسقوا كوا حوي أشياء جاية أنت قال كان أنا وحبك فائدة وحفائدة هنا أنا يجترين مركي أي تضرب بقول صحابي وكل يا النبي كوسه علي النبي كوس عضي بورته وحد مركو تي بور لغو مقعابو جبل الرما اي بورته كوا وران لياش اما قمون لياشا وحاو نبي صاري صلى الله عليه وسلم كنتن صحابي وحانو كلا بلامي اناني بورته اني كسو دقين واي بورته صار نادان و بورته مرنبا اني كسو دقين حتى هدين لغات كان ايو بورته كسو دقين ابا نبي صلى الله عليه وسلم او تلماما صحابة دي نبي قوي كبالان قادن دقال كيبا لقالي نبيغو مركي با قوليه مشركين تاوا كاد كاداي مركي وكاد كاداي صحابدي بورتو سارنا وحاي اسكو يدادن اينو دغنو سي اينو ولا قيبسنو خولها نبيغو او هليو غالادو اي كعررين اينو لا قيبسنو ان وي كسو دغين بورتا ان ير او ان بدنين او صحابدا كميدن نبيغا ايا ان بورتا كسو دغين خالد بن الوليد رضي الله عنه مركا مسلم ما انو اهين وحا وها قوليها مشركين تا يو كميدها isaga ayaa dhabar jabin ku sameeyay saxaabada inay isaga ayaa halka ku laayay waxa ku dhintay 70 saxaabi saxaabadaas inuu soo usocnaa iyagaana inuu soo duceynayna nabiguna bishii hal mar tiray oo uu duceyn jiray insha Allah taala markay u degno in yar waxaynu sharaxayna qaswadu sida uu dhacday iyo halka ay ka dhacday kadib waxaynu soo duceynayna saxaabada baabuurkaana ku soo noqonayna 20 minute aya insha Allah taala aynu joogayna jabal uhud insha Allah taala 20 ka minute ka dibna ziyarad ka sii wadaayna insha Allah taala sanakunu fi makan alladhi hadatha fihi ghazwat uhud insha Allah taala 20 daqiqa al-amr al-awwal alladhi naqumu alayhi sananzil min as-sayyara wa nashrah kayf hadathat hadhihi al-ghazwa kayf hadatha hadha al-harb أين وقف النبي صلى الله عليه وسلم وأين وقف المشركون أين دفن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور سنشرح إن شاء الله تعالى لما ننزل من السيارة مجتمعين إن شاء الله تعالى ولد الهلال المبتغى الصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا من واله ومفند رمضان يا ضيفا أتى يجلو لنا القلب الصدي هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغد
فلقد غزانا ظالمون بصورة المستاسد حتى عثى بديارنا واجتث أمن المقعد فأجار كل معاند ثوب الرذيلة يرتدي وحما بكل وسيلة نهج الدعي الملحد وسعى يثير صحافة تؤذي الشيوخ وتعتدي ولكبت قول صادق وحماية. تعالوا هنا نشرح شوية إن شاء الله تعالى. الرجال يكونون هنا. حقنا نسوي الرجال هناك. الرجال هنا. نعم. الرجال هنا. والنساء هناك. السلام عليكم. سودو هذا سودو هذا سودو هذا. ما يفتح الباي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هنا وقعت معركة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه المنطقة وهي المدينة المنورة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة المنورة تعسكر المشركون في هذه المنطقة. الكفار الذين جاءوا من مكة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا على هذه المنطقة جهة الوادي، وقفوا على هذه المنطقة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى هذه المنطقة كان عددهم، لما خرجوا من المدينة كان عددهم 1000 شخص، 1000 شخص، فرجع منهم 300 مع عبد الله بن أبي بن سلول، وهو كان رجلا من المنافقين. المنافق هو الشخص الذي يظهر الإسلام ويتظاهر أنه مسلم لكن في قلبه أنه غير مسلم. فلما وصلوا إلى هذه المنطقة وقف المسلمون في هذه المنطقة، يعني تحت الجبل الصغير هذه المنطقة والكفار على هذه المنطقة، وتقابلوا فيها يعني جهة من هنا وجهة من هنا. Van die 1000 bleven maar 700 over en zij bleven daar bij die kleine berg die je daar ziet, daar waren zij gesitueerd en de mushrikien die waren aan deze kant, hier bij het paleis, een beetje naar beneden, waar het hier op bij die brug daar, daaronder, daar waren de mushrikien gevestigd. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lama wasal ila hadhihi al-mantaqa hatta la ya'ti al-kuffar ala dhahri تكلم مع 50 من صحابته رضوان الله عليهم وقال اركبوا على هذا الجبل الصغير. هذا الجبل اسمه جبل الرماة، وكان هؤلاء الصحابة كان عندهم سيوف وكان عندهم رماح وكان عندهم يعني آلات للحرب، فقال أنتم احفظوا ظهورنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل في هذه المنطقة وكان ظهره على هذا الجبل، فقال أنتم اركبوا على هذا الجبل ولا تنزلوا من هذا الجبل، سواء غلبنا أو غلبنا، سواء إن هزمناهم أو هزمونا، فقال لو رأيتم تخطفنا الطير لا تنزلوا من هذا الجبل. Hij zei, kom er niet vanaf, ook niet als we overwinnen of verliezen. Hij zei wat, de mushrikien waren aan deze kant en de ruggen van de sahaba, die waren aan die kant. Dus op de berg waren degenen met wapens, zoals boogschutters, die hielden rugdekking voor de sahaba, die aan het vechten waren met de ongelovigen. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتم تخطفنا الطير فلا تنزلوا. هذا وعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صحابته. أول ما بدأت المعركة انهزم المشركون وفر كثير منهم إلى الجبل، وكثير منهم راحوا إلى المنطقة الزراعية هذه من حيث خلف المزرعة هذه. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما رأوا أن الكفار انهزموا نزلوا من الجبل، تكلم معهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني على رأس تلك الجماعة، قال
اتفقتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنكم ما تنزلون من هذا الجبل ولا أن تخالفونه. والصحابة رضوان الله عليهم فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم للتوكيد وليس للأمر الجازم، فنزلوا. خالد بن الوليد رضي الله عنه لم يكن مسلما في تلك الفترة، كان في هذا الوادي. خالد بن الوليد نزل في هذا الوادي، هذا الوادي يمشي إلى هذه الجهة ويمشي إلى هنا ويمشي إلى هنا ويأتي خلف الجبل. مرة واحدة خرج من الوادي وقتل الصحابة رضوان الله عليهم الذين بقوا على الجبل، وجاء وظهر المسلمين مكشوف، فقتل كثير منهم وانكشف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل تقريبا 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوا في هذه المنطقة. صحابة الفيصل صلى الله عليه وسلم لازم فاصلة عند المشركين دي في تروك دي كان طوب ان ده فلاي ان سخين ده بودراي وانير بودراي ده خين ده تو ان زوار فريت ده مانس اوب ده برغ صحابة ده برغ دي زاغ دات En zij dachten, we hebben gewonnen. Dus zij kwamen van de berg af. De leidinggevende van de Sahaba die op de berg waren, die zeiden, jullie hebben een belofte met de professor Salem om daar niet vandaan af te komen. Waarop zij dachten dat het een bevel was die niet verplicht was. Uiteindelijk kwamen zij daar van af en hebben ze niet de belofte in stand gehouden met de professor Salem. Waarop Khalid ibn Walid van de Lawanhu in die tijd met de mushrikien hier omheen ging om deze gebied. En achter, via de berg, bestreed hij de Sahaba en had hij veel van hen gedood. Waarop de Profeet van Sallam, ja, zij kwamen niet de bevel na van de Profeet van Sallam. لماذا أتينا إلى هنا؟ هذا السؤال هو السؤال المتبادر فيما بيننا. أتينا هنا لأمرين. أولا لندعو لهؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم وسنذهب بهم الآن، والأمر الثاني لنعرف كيف وقعت غزوة أحد وكيف حارب النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين. We zijn hier gekomen om twee zaken. Allereerst om smeekbeden te verrichten voor de Sahaba die daar begraven zijn. Daar aan de overkant zie je de plek waar zij begraven. En de tweede om de geschiedenis te kennen van de veldslag van Uhud en geschiedenis van de islam. أيوة، بقي لنا أمر آخر. هذا الجبل اسمه جبل أحد، هو يبدأ من هذه المنطقة وينتهي إلى آخر الجبال التي تشوفونه في الوراء. هذا الجبل ورد فيه أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، سنذكر بعض هذه الأحاديث. هذا البرغ اللي زيت بخنت هير وانتهى شتك فدر اوب دا أختر. En deze berg is in diverse overleveringen van de profeet voorbij gekomen. En een aantal van die overleveringen zullen worden opgenoemd. طول هذا الجبل من هذه الزاوية إلى الزاوية الثانية هي 7 كيلومتر. وعرضه يعني الجهة الثانية هي 2 كيلومتر ونص. أما أعلى ارتفاع فهي 100 متر. De lengte van hier tot daar aan het einde is 7 kilometer. Van deze gedeelte tot achter is 2,5 kilometer. De hoogte is 100 meter. 100 meter, ja. 100 meter is de hoogtepunt. من الأحاديث الواردة في هذا الجبل الحديث الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل أحد جبل يحبنا ونحبه. ولذلك من علامات الشخص المؤمن أن يحب هذا الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل يحبنا ونحبه. De Profeet Sallam zei, deze berg die houdt van ons en wij houden van hem. Dus dit behoort tot de karakteristieken van de moslim, dat hij van deze berg houdt. والحديث الثاني الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى على جنازة مؤمن فله قراط ومن تبعه حتى يدفن فله قراطان. سئل الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وما القراط؟ قالوا مثل جبلي أحد. معنى هذا أن من صلى على شخص مؤمن توفي وصلى في جنازته مع المسلمين سيضع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في ميزان حسناته مثل جبل أحد. ومن تبعه حتى يدفن، يعني ومن ذهب إلى المقبرة حتى يلحد ويدفن عليه التراب، هذا سيكون له
مثل جبلي أحد من القيراط. القيراط الواحد هو مثل جبل أحد، والقيراطين اثنين جبل أحد، يوضع في ميزان حسناتي ويكون هذا ثقيلا وفضلا، وهذا من عظم فضل الإسلام حيث نستطيع نكسب الأجر بطريقة سهلة. In andere overlevering staat dat wie het dode gebed volgt en ermee bidt, voor hem is één qiraat. En wie het dode gebed volgt en vervolgens de dode volgt omdat hij wordt begraven, die heeft twee qiraat. En de sahaba die vroeg hem wat is één qiraat? Hij zei qiraat is zoals deze berg Uhud in beloning. Dus wie het dode gebed bidt, die heeft één qiraat. Dus één berg Uhud aan beloning. En wie ook meegaat naar het graf om hem te begraven, die krijgt twee van deze beloning. Dus zie hoe groot de beloning is voor het gebed, voor degene die is overleden. En dit bewijst weer بعد ذلك بقي لنا حديث واحد الآن سنقوله. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهم طلعوا فوق هذا الجبل، فاهتز هذا الجبل شوقا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أثبت يا أحد إنما عليك رسول وصديق وشهيد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر الصديق، وشهيد وهو عمر بن الخطاب، وهذه كانت علامة من علامات النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر شيئا لم يحدث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر سيستشهد سيقتل، وما كان صحابة رضوان الله عليهم يعرفون مثل هذا الغيب، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحدثت مقتلة عمر رضي الله عنه بيد المجوسي. Met zijn twee vrienden, Abu Bakr en Uthman, deze berg beklom. En uit ontzag voor de profeet sallallahu alaihi wasallam trilde de berg. Waardoor de profeet sallallahu alaihi wasallam zei, rustig maar, met jou zijn de profeet en een siddiq, de waarachtige, en een martelaar. De siddiq is Abu Bakr en siddiq. En de martelaar was Umar ibn al-Khattab. En dit bewijst ook weer dat wat de Profeet waarmee hij komt, is niet vanuit zichzelf. Want op dat moment wist Omar niet dat hij een martelaar zou worden. Waarop dit een openbaring is van Allah Ta'ala, dat deze hadith indruk geeft dat dit onwaarneembare van Allah Ta'ala afkomstig is. En waar de Profeet mee komt, is niet vanuit zichzelf. Alaan, we gaan naar de maqbara en we gaan naar de sahaba. ثم بعد ذلك نرجع مباشرة إلى الباص. كيف ندعو لهم؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. الشخص الذي لا يعرف اللغة العربية أو لا يجيد أن يقرأ هذا الدعاء سيدعو باللهجة التي عنده، سواء كانت اللهجة الدارجة أو اللغة الصومالية أو اللغة الهولندية، والله سبحانه وتعالى عارف لتلك اللغات كلها. والشيخ إن شاء الله سيكون معاكم، من يريد يقرأ مع الشيخ سيقرأ معاه إن شاء الله تعالى، وهذا أفضل حتى نوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، وندعو للصحابة رضوان الله عليهم باللغة العربية التي كان يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم. We gaan zo meteen naar de begraafplaatsen waar de sahaben zijn begraven. En zoals hij de dua aangaf die hij doet en die we in de bus hebben gezegd, dat is de dua die je doet als jij de begraafplaats bezoekt. En mocht je de Arabische taal niet machtig zijn of niet kennen, dan doe je dat in de taal die jij machtig bent. En Allah Ta'ala is degene die natuurlijk alles van jou hoort. إن شاء الله دي كفر الصومالي. إن شاء الله تعالى الذين يتحدثون باللغة الصومالية سأشرح لهم باللغة الصومالية، يبقون معي، وباقي الإخوة الذين يتحدثون بالعربية والهولندية يروحون مع أخ مصطفى إن شاء الله تعالى. أنت الصومالك وهذا شو يجوا يعني سيمرك الصومال لو شرحه أنت اللغة ذاك لو هذا إن شاء الله بحيان شيء غير عيان دعاء يأخذنا يعني. إن شاء الله نسوقه.
بسم الله الرحمن الرحيم halkani waa halkii ay ka dhacday qaswadii uu Nabigu sallallahu alayhi wasallam uu la galay dadawgii waxa weeye mushrikiinta ahaa ee aan ahayn muslimiinta Nabigu sallallahu alayhi wasallam sanadkii koowaad markii uu ka adkaaday nimankii lagu magacaabi jiray mushrikii quraysh oo ahaa dadkii reer makkah طريقة ساحل كمرية طريقة ساحل كو وطريقة الشام كي مادة بحر الأحمر أما فرسي أما بدع عص في العمرة المكان هذا نبي صلى الله عليه وسلم هم كان سكرات على ما وفات كابر ويسون نقلين يجو دون ينبغي هنا كار قصطان وهي ما دام مرت هرا لقاعد كابي وحي إلى هذين وحنوبة هن هاي إن المرة بعد نبي صلى الله عليه وسلم ضيع لقى له سأل وعد كانوا مركي أي مادين هل كان نبي صلى الله عليه وسلم وفي كور هلاي يجو بورتن سكاري magalada uu soo gali gaaray saxaabadu uu isugu yeelay waxa uu ku dhiray rasuul sallallahu alayhi wasallam miyeynu magalada gudaheeda ku dagaalanaa ilaa waa cadaw inaga tara badan mise dabada ugu baxnaa way la dagaalanaa saxaabadii rabbulahi alayhim waxa ay ku taliyeen khaasatan saxaabadii yaryara aan dagaalkii badar ka qayb gelin rasuulka allah aan dabada ugu baxno waanan la dagaalamayna rabbulahi alayhim saxaabadii markii nabi sallallahu alayhi wasallam arinka talada siiyeen nabi gurigiisa u galay waxaa uu soo xidhay marii dagaalka uu soo baxay kun saxaabi ba nabiga sallallahu alayhi wasallam soo raac kun qofba soo raacay markii uu meel dhex marayay waxa nabiga sallallahu alayhi wasallam ka noqday Cabdullaah ibn Ubay ibn Salool waxa uu ahaa nin ka mid ah munaafiqiintii waaweynaa ama ra'sul munaafiqiin munaafiqi ugu weynaa ee magaalada Madiina joogay marka waxa uu la noqday 300 oo nin buu la noqday nabiga waxa uu soo haray 700 oo nin cadawga sugayaana waa 3000 oo nin 3000 oo nin waxay wataan 100 faras bay wataan marka halka waxa laga qaadanayaa labada ciidan ee isleenaya masina waa 700 qof iyo 3000 oo nin 700 iyo 3000 nin ee halkan ku dagaalamayay nabigu saxaabadiisa halkaas uu safay banaankaas uu safay buurta wuxuu saaray saxaabo ee kontonina kontonkiin wuxuu kula ballamay hadaa aragtaan in shimbiruhu qoorteeda goosanayaan ha soo degina yaani waxaana uu ballan qaaday nabigu sallallahu alayhi wasallam wixii laga helay qaniimada marka qolada laga adkaado in la wada leeyahay qolada mushrikiintu iyaguna banaankaas ayay soo safeen dagaalku u dhacay nabigu sallallahu alayhi wasallam markii koobaad uu ka adkaaday markii ay jabeen saxaabadii buurta saarna waxa ay yiraahdeen ay muslimiinta la qaybsano waxa meesha lagu qaybsanayo buurtu way ka soo dageen in yar baa ku hadhay oo saxaabadii nabigu sallallahu alayhi wasallam madaxda uga dhigay kamid ahayd iyagoo u sheegaya in aanay buurta ka degin maadaama uu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu ballan la galay ballankaasina uu ahaa ha soo degina haddii shimbiruhu qoorahayga goosanayaan oo nalaga adkaado ha soo degina haddaanu adkaano ha soo degina labada jeer midna ha soo degina iyo haddii nalaga adkaadaba Khalid ibn Walid radiyallahu anhu waaga muslim aanu ahayn yacni weli mu islaamin Khalid ibn Walid halkaas tog baa mara ama meel biyuhu maraan baa mara oo weyn wuxuu ka arkay in raggii buurta saarnaa inay soo degeen buurti wataa markaa waxa uu markaa isticmaalay kaarta dagaal buu isticmaalay ciidamuhu ka haystay togan buu hoos raacay qofka halkan taagan ee dagaalka ku jira togan ma arki karo togaas uu la soo wareegay tog wuxuu soo maraa halkaa waa ka soo maraa un yar buu kaga soo baxay meel hoose saxaabadii buurta saarnayd buu soo laayay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo saxaabadii oo halkan ku safan ayuu dhabarka kaga yimi xaggaas ay u sii jeedeen markaa nabiga sallallahu alayhi wasallam dhabarkuu kaga yimi saxaabadii qaar badan baa dhintay qaar badan way yaaceen nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ku soo haray dad yar oo kooban oo 7 qof ah 7 qof ee nabiga sallallahu alayhi wasallam ku soo haray ee halkan joogay mar dambe ayaa muslimiintu isu timi waa la abaabulay mar dambe isu yimaadeen kadib waxa la laayay 7 saxaabi taqriiban ama ku dhawaad ayaa ku dhintay gaaladii markaa way yaaceen nabiguna sallallahu alayhi wasallam xoogay buu eriyay wuu soo noqday rasuulku sallallahu alayhi wasallam dadkii muslimiinta dhintay iyo meydkii iyo dhaawacii baa la ururiyay sidaas bay ku dhammaatay qaswadii uxud ee halkan ka dhacday buurta waxaa lagu magacaabaa jabal uxud waxay ka bilaabantaa halkaa waxay ku dhammaataa darafka kale waa 7 kilomitir xagga dhererka xagga ballaca waa 2 kilomitir iyo badh halka ugu sareysa kor marka loo eego waa boqol mitir yacni 100 talaabo weeye nabiga sallallahu alayhi wasallam axaadiis fara badan buu buurtan ku tilmaamay waxaa ka mid a buurtan inay tahay jabalun yuxibuna wa nuxibu waa buur annagana jecel annaguna aanu jecel lahay
waxaa kaloo kamid ah xadiista ku soo arooray inuu nabigu sallallahu calayhi wasallam tilmaamay man sallaa calaa janaasati muumin falahu qiraatun waman tabicahu xataa yudfan falahu qiraataan qofka qof muumina ku tukadaa wuxuu leeyahay miisaanka xasanaadka culayska buurtaasi leedahay qofka raaca ilaa godka lagu duugayo oo la aasayo qofkaasina wuxuu leeyahay laba qiraad culayska buurtaasi leedahay yowmal qiyaamaha marka la yimaado qof walba wuxuu leeyahay kafad iyo miisaan xumaantana kafad baa la saari wanaaggana kafad baa la saari yacnii waa loo miisaamaya haddii wanaaggaagu bato jannaad geli haddii xumaantaadu badato haddaan ilaahay ku cafiyin oo aan waxa weeye gaalliman aanay jirin waxa weeye ama waa lagaa khafifin ama waa lagu cafiyi ama naar baa lagaaga soo goyn haddii qofku gaallimo uu ehelisana naar buu ku waari sidaa awgeed qofkaasaa miisaanka xasanaadka loo saaraya aad bay u culusta sidaa awgeed qofku inuu ilaaliyo janaasaadka lagu tukanayo inuu ka qayb galo oo ilaashado waa wax loo baahan yahay waxaa ka mid a calaamaadka axaadiista ku soo aroortay buurtan nebigu sala allahu calayi wasalam wuxuu tilmaamay intuu korkeeda koray isaga iyo abuubakar iyo cumar waxaa buurta markaa weyare gariirtay marka buurta waxa uu nebigu sala allahu calayi wasalam kula hadlay uhbut yaa uxud jabal uxudow sugnow korkaaga waxaa saaran nebi cafwan rasuul iyo sidiiq oo abuubakara iyo shahiid oo cumar ibnu khataaba sidaa awgeed buurtaasi waa buur taariikhda islaamka ku weyn halkan marka laba arrin baynu nimi inaynu saxaabada usoo ducayno arrinta labaad ee halkan nimi waxa weeye inaynu soo aragno taariikhdii muslimiinta ee halkan ka dhacday intaasaynu ku joojinaynaa wallaahu aclam wa subxaanaka allaahuma rabbana wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk